الأهلي في مهمة جديدة في بطولته المفضلة دوري أبطال أفريقيا. الأهلي بيدي جرس إنذار لكل المنافسين، أنا جاي وبنافس على البطولة وطمعان في اللقب للموسم الثاني على التوالي. ابتدى أو عمل الافتتاحية مع سان جورج الأثيوبي 3-0 في مباراة ذهاب دور الـ 32 واللي اتلعبت على استاد القاهرة، والنهاردة هيكون في مهمة تأكيد التأهل لمرحلة دوري المجموعات. كولر عنده تحديات كبيرة ان هو يحدد دوافعه ويجدد دوافعه مع لعيبة النادي الاهلي ويظهر بشكل قوي في مباريات الاياب النهاردة امام بطل اثيوبيا ويقرر الفوز بنتيجة كبيرة. كمان كولر ما عندوش حاجة اسمها مباراة سهلة ومباراة صعبة، يبقى دائما وابدا الاهلي هو الاهلي. هل الاهلي النهاردة بيستعد ان هو يعطي جهاد انذار تاني؟ من المؤكد نعم. للمرة الثانية خلال أيام يخوض الأهلي مواجهة ضد سان جورج الإثيوبي على استاد القاهرة في إياب دور الاثنين وثلاثين من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة. ولم تتوقف مهمة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إعداد لاعبيه من الناحية الفنية والبدنية فقط لمواجهة سان جورج للمرة الثانية، وإنما يمتد الأمر للنواحي النفسية من خلال تجديد الدوافع لدى اللاعبين في ظل نتيجة مباراة الذهاب التي جعلت المارد الأحمر يضع قدما في دور المجموعات، إلا أن السويسري يسعى لاستنفار جهود لاعب الفريق من أجل تقديم مباراة قوية وتحقيق فوز كبير آخر على حساب بطل إثيوبيا. وسيتبع كولر اليوم سياسة التدوير في ظل ضغط المباريات التي يواجه الفريق بمختلف البطولات، ومن المتوقع حدوث تغييرات كبيرة عن تشكيل الذهاب وتحديدا على المستوى الهجومي في ظل الإصابات التي ضربت الثنائي صلاح محسن والمغربي رضا سليم. ورغم أن مهمة الأهلي تبدو شبه مضمونة في التأهل إلى دور المجموعات والتفوق مجددا على سان جورج، إلا أن كولر يسعى لزيادة رقعة التنافس بين قائمة الفريق ناهيك عن الرغبة في فوز كبير يكون بما ثبت رسالة قوية لكل المنافسين بالقدرة على الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي. في مباريات اكيد واحنا بنتكلم عن بدايتها بيبقى فيها تحديات، يقدر بالعربي كده يبيعها كولر للاعبته، ولكن المباراه الاولى 3-0، المباراه النهارده ممكن تكون سهله، ممكن تكون تحصيل حاصل، وده مش موجود قوي في عالم كره القدم.